السلام عليكم، انا من ساكنة الدوار حسيبو. بالنسبه لهاد الناس هادو كاينين الساكنات اللي ما استافدوش، عده دواوير، كاين دوار حسيبو، دوار ريكي، دوار جديد، الواسطي، المؤمنيه، الشهديه. ودابا الناس خارجين من البقعه ديالهم، الاستفادات خارجين، وانا كيقول لكم تشعل الارض ما كايناش، وهاد الاراضي ديال هاد الناس فين هما؟ بغنعرفوا السبب فين هما؟ هذا هو اللي بغنعرفوا الاشكال، كاين واش كاينه شي لجنه ديال التحقيق؟ مع الناس خارجين من الاستفادات ملي كتمشي عندهم ما عندنا، كتجي عند العامل كيدير لك التماطول، كيقول لك سير شهر، جي شهر، واش حنا كيضحكوا علينا؟ الناس ما عندوش، الناس مدة خمس سنين دابا اختي، طالعين في خمس سنين ولا ربع سنين دابا، من 2000 وكنخرجوا الكرا، كاين اللي تشرد، كاين اللي مات، انا الاب ديالي توفى، ابات الفقس هادي، اش شنو هو؟ ما كاينش يا صاحبي الظلم هذا، سيدنا عطانا هيبة، هذيك هيبة، خصك ما تبيعهاش لينا. هي ما كتبيعش، كاينين صماصير في هادشي، الاراضي ما ساكنينش الدوار السيرفر، الناس من مشي قالت لي الحاجه، قالت لي انتم هما الاصليين ديال الساكنه، كتبقى الصغير عندنا عنده 60 عام. الصغير عندنا 60 عام، كنطالبوا من صاحب الجلاله يتدخل في هذا الموضوع هذا. هاد المجموعة كاع اللي كتشوفو راه ما كاينش شي مشكل، المشكل هي ديال الورقة ديال الخلاص، 90 ديال الماجر باش يريبو لينا، هاد الدولة ما كاينش مسؤولة، وشحال هاد الناس جاو قال لهم ريبو لينا، ياك هما اللي جاو، فين هو العامل بقى تقرفط داخل خارج داخل خارج، أنت مسؤول، خرج عند الناس، ماشي شي ورقة كثيرة، ورقة ديال الخلاص هاد الناس كاملين راه ما عندهمش مشكل، راه يمشي ليه. ما طلبكش باش تجيب لي، انت اللي جيتو ريبت لهاد الناس، واعطيهم الاستفادة ديالهم، كاع عندهم استفادة، كيتسنى فرقة الخلاص، فرقة الخلاص ما راهاش عشنايا، كلشي هاد الناس جاهزين، باغيين يخلطوا ياخذوا الاستفادة ديالهم، كلشي كارد، تاني غادي يبقى، عاش الملك، تسنين هادي، عاش الملك، واليوم، عاش الملك، عاش سيدنا، اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا الناس راه عيات، واش يقابلوا خدمتهم؟ يقابلوا خدمتهم، يقابلوا هاد العامير، يقابلوا هاد الماشي، يقابلوا هاد التارين هادشي، التارين هاد الانتهاكات ديال الانسان، هذا راه مشروع، واش ما قديش على هاد المشروع؟ خليوا الناس براركم، اللهم انا هذا منكر، وخليوا الناس، هاد الناس اللي طلبوا كلش، انتم اللي جيتوا دقيتوا، انتم اللي دقيتوا علينا، انتم اللي ريبتوا، وفينا هو المسؤول؟ وفينا هو المسؤول؟ وتسنينا الشهر الاول الثاني، العام الاول، العام الثاني، التالين، وهاد الناس اللي بقوا عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، هاد الناس، هاد الناس اللي يطالبوا بحقهم، قسما بالله الا بحقهم، الى كل، الى كل شيء، هاد الناس الى الشروط ديال الاستفاده كلهم عندهم، كل شيء عندهم الملفات ديالهم، وهاد الناس اللي تيتسناو، دخلنا عليك بالله، هاد العامل مالو، شكون اش غادي يكون في ملك الله؟ هاد الناس غادي شوف شحال ديال القوم، شوف دخلنا عليك بالله، وشوف شوف دخلنا عليك بالله، شوف ها 400 عائلة، 400 عائلة اللي كاينة، هادشي اللي تيقول 400 عائلة، و 400 عائلة فين غنسبتهم؟ سبتهم للبحر، وعطيونا شي دواء ناكلوه، والله إلا بقينا نجوع عندك، ما بغيتيناش عطيونا شي الدبلة، ما بقيتش غادي تطلع بينا، وعطيونا عطيونا عطيونا شي دواء ناكلوه، ودخلنا عليك بالله، واش هاد الناس، واش هاد الناس اللي يسكنوا، واش هاد الناس ما عندهمش حق؟ فين هاد المواطنة؟ ولادهم فين ولد المواطن؟ المواطن راه عطيني تخلصوا وعطيني سكنتي بالجزء منك غتعطينا، هاد الناس كاملين بالجزء منك غتعطينا الاستفادة، شردتيهم هاد السيد هذا الاخر الاخر، علاش غتشردني؟ علاش؟ واش انا طلبتك؟ هذا طلبك هذا طلبك، واعطينا الاستفادة ديالنا، ما درتلك والو، كل عامل وكل عامل، كل وزير، كل قايد، وكل كيما بغيت تكون، عطينا الاستفادة ديالنا، وعاش الملك، وبغيتو الملك، وعاش الملك، واعطيونا الاستفادة ديالنا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انا اختي راه خلصت هاد الورقه اللي الناس محيحين عليها، انا راه تخلصت دازت منها، وباقي كنتسنى باقي في الكرا، راه دابا كنمشيو عندهم ديك الشركه كيقول لك راه داك السيد اللي مكلف، داك المهندس اللي مكلف ديك الارضيه
راه ما مخلصش في الشهريه ديالو، بقاو تسناو تسناو، راه حنا طبنا بالتسنيه، خلصت ولاني راه باقي في الكرة، باقي ما عقلوش علينا، باقي باش كيفاش غيطلع هذاك المهندس يطراسي لك الارضيه ديالك باش تبني، باقي ما كاين حتى شي حاجه، حنا باقي كارين، راه الناس تما حدايا تما راه باقي ما مخلصين، باقي ما حتى شي حاجه، راه هذيك الشركه ديال خاص شي مسؤول يوقف عليها. ها؟ واش كطلب اليوم من المسؤولين؟ كنطلب من المسؤولين يتحركوا يشوفوا في هاد الناس، راه مساكن راه كيموتوا بالجوع، راه كيخلصوا الكرق، راه كلهم فقراء هادو. كلهم فقراء، راه مساكن راه لا حول ولا قوة لهم. كنطلبوا منهم يتعاونوا معاهم ويشوفوا من حالهم، راه أنا واحد منهم أنا راه باقي كاري. ما الناس راه أغلبية ما خدامين ما ردامين هادو، اللي كتشوفيهم اليوم حاضرين. السلام عليكم اختي، حنا من كاريان الواسط، حنا خمسه ديال الدوابر، اربع سنين هادي ما عندنا حتى شي مشكل، حنا الطالب واحد اللي عندنا هو اللي بغينا الورقه تخلص من قول دابا عامين حنا تلهبط من العماله المقاطعه العمره، كل واحد كيقول لك كل واحد كيلحق في قنت، واحد كيقول ما عرفناش دابا في مكان جو هنا كيقول لك سر عند الباشا، الباشا خارج شهر كونجي، ها هو دخل يوم قال لك تيديري اجتماع، اجتماع ما كاين منه والو، هادشي ما عرفتش انا الاراضي كاينين ماشي ما كاينينش فين مشاو الله اعلم، الا اختي عطاوهم شي حد الله اعلم، حنا بغينا فين نسكنوا، ما عندنا لا باش نكريو لا باش ناكلوا لا ما نشربوا لا حتى شي حاجه ما عندنا، باش بقينا ولا خرجنا نديروا تحت الله الزنقه، هذا هو الحليب علينا، اللي عنده راه مشى اللي خدا الفلوس خدا البقعه ديال الشراء ولا حقنا، مشاو فحال الناس ما ساكنش معانا واستافدوا معانا. الناس ملي ريبوا لكم قالوا لكم في 24 ساعه تاخذوا استفاده؟ غناخذوا استفاده، اه مشاو الناس الاولين، مشاو الناس اللي والناس اللي ما ساكنش معانا خداو، عطاو الفلوس وخداو حقنا حنا، حنا دابا اللي من حقنا ناخذوا استفاده ديالنا ما كايناش. دابا تيمسالي بدا تخلص المستحقات وما بغاش كاين عندنا باش نخلصوا ما كاينش، سيري تسناي سيري تسناي سيري تسناي، ما عرفتش انا التاني لحد حتى شي مسؤول ما بغاش يهضر معنا حتى شي واحد ما بغاش. اربع سنين تريا ب 24 ساعه ورساك الله اعلم الله اعلم امتى، واش 24 عام ولا سير ما كاينش، راه نص الدور قولي مات شي نص ديال الدور، شحال واحد مات، انا راجل رشد الفراش بالفقسه بالفق داري وكاله، قال لي مابقاش كنمشي، قال لي سير براسك معاهم، انا ما بقيتش عندي الجد باش نمشي، والناس ديال الدور كلهم ماتوا، اعز الناس عندنا ماتوا باش بالغديد. ملي ما بغيتش كنطلبوا ملي يردونا غير لبلايصنا، ملي ما عندهمش الارض يردونا بلايصنا، راه بلايصنا فيها غير الشوك، راه قد هكا الشوك، يردونا بلايصنا، ولا يديروا لنا حل ولا يديروا الاراضي ديالنا، كيقول لك الارض ما كايناش، علاش ما كايناش؟ علاش ما كاينش هاد الارض؟ راه كاينه. تتهز امتى غتزاد الارض؟ مع عام عامين راه 10 سنين 10 شهور كيطلعوا باركمات هما، تبع فيهم داباني سيروا طلعوا وشوفوا بعينك، ولا انا كذبت حاسبوني عاقبوني، من تاخد سيدي حجاج ولا تحصار كيتبناو بالقعاد ديال اخي يديرو كيبنو فيهم في الواجهه وكيبيعو باش ما بغاو لما نبغاو، وحق الضعفر بقاو على المساكن، دوري دوري الكاميرا هنا شوف كاميرا المساكن اللي بقاو منهم انا ومنهم الناس ضعاف هما اللي بقاو، وحسبي الله ونعم الوكيل، انا ما كنت رد غدا ما بقيتش كنعرف اش كنقول واش كنخبي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.